تروح على المذهب الجعفري ايه وتطلع كتب ايه 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 كتب وكتب حتى ما اعرف مصادرها منين العصفور وتسوقها وتسوقها على انه هذه ضمن القانون زياد هذا الكتاب وتضيف لها بهارات وتطلع المذهب الشيعي على انه مذهب هذا كتاب مذهب والله العظيم اللي يشوفك تكتب عليه ايه؟ يعني يحس باستهدافك للمذهب الشيعي بشكل مطلق راح نرفع دعوه ضده بعدين راح يرفعون عليك دعوه عنده حساب موثق يلا ليش انا وسام اي لا ليش لا ما يعرف الدعوه خلاص دعوه ودي انا وسام يا اهلا وسام